ولذلك الإنسان يطير إلى الله عز وجل بهذين الجناحين، وهو جناح الخوف والرجاء، ورأس الطائر المحبة. وضحت الآن؟ الخوف والرجاء ورأس الطائر المحبة. فمن عبد الله بالخوف فقط كان حروريا، يقنط الناس، يكفر الناس، ومن عبد الله بالرجاء فقط كان مرجئا، ومن عبد الله بالمحبة فقد كان زنديقا والعياذ بالله. ولذلك لما قالت وأخطأت فيما قالت لا أعبده خوفا من ناره ولا طمعا في جنتي، خالفت القرآن، يدعون ربهم خوفا وطمعا وما رزقناهم ينفقون. ما أجمل هذه الآية، وكل القرآن جميل. إيش نستفيد من هذه الآية؟ إن أنا أخاف من الله وأطمع فيما عند الله، ولا يمنعني ذلك الخوف والطمع من العمل. يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفق. هذا إيش؟ هذا عمل. أنا أخاف الله عز وجل، لكن خوفي من الله لن ييأسني ولن يقنطني، وأرجو ما عند الله، ورجائي له تبارك وتعالى لا يمنعني عن إيش؟ عن العمل، وأجتهد مما رزقناهم ينفقون. هذه الصورة الكاملة للعبد المؤمن، يتوجه إلى الله عز وجل محبة وخوفا ورجاء. نعم.